ماكلة. احنا نطالبوا بطلاق صلاح ابي اللي عنده 16 سنه هو في الحبس، وخليني عمري 4 سنين وده عمري 20 سنه، ويزيد من الظلم لمدة 16 سنة ومعاناة في عناوة كل المنسجين، مش احنا كمنسجين سياسيين فقط. وقول الحق ولا قول الرأي عمره ما كان سبب لسجن إنسان 16 سنة واحد منهم من أطفاله مدة 16 سنة ومن زوجته من الحياة بصفة عامة. وأحنا منطالبوا غير بإطلاق سراحه هو وإطلاق سراح كافة المنسجين، وطوي صفحة الماضي ونبداو صفحة جديدة. وتوا هي 16 سنة، دونك 32 عيد عديناه مع غير أبي. أنا بنت شهيد الهاشمي مكي، حبيت نحكي اليوم لكم وصل إنه يعني بابا تحرمنا منه من عام 91. كنت طلت المدة هذه كل نستنى إنه وقتاش كل عام وكل سنة نفرحوا بالعيد، سنة نذوق طعم العيد، فما باله إنه خرج لنا باش يخرج من موت بطيء إلى موت محتم، يعني خرج من 16 سنة سجن، خرج ديريكت إلى المقبرة. فأنا حقيقة أني نطالب أنه المساجين الأخرين اللي قاعدوا الكل محبهمش يصير لهم نفس مصير بابا، لذلك نطالب إطلاق حرياتهم باش على الأقل صغارهم ما يحسوش اللي حاسينها احنا، يعني يكفيهم أنهم تحرموا من العياد تلت السنين هذه كل، فعلى الأقل يخرجوا لهم طب باش يحسوا شوية بالفرحة ويعرفوا شو معناتها العيد. دايما دايما نبوا عليهم نبوا على المتحجبات. المرة الأولى شدك التزام؟ أنا أول مرة سير الحكاية طريقة على ما جيتش نقراها، جيت وظيفتي تكون في الخدمة اللي تسمعك تكون في التزام ولا ما جيتش ثاني ثاني وعندما طلبنا من أحلام وهي إحدى المشرفات على المركز التنموي عودوها بعد الرؤوس اللبنانية طلبنا منها تشجيعها على الكلام، أجابت بأفضل الغيرة وسكون عينيها حديث ساعة صريحة يوم العيد. تحرك هذا فاجأنا، لأنه ليس وراءه لا جمعية ولا حزب ولا طرف معناها رسمي ولا تنظيمي بعينه، هي حركة تلقائية من عائلات المساجين السياسيين، يعني تنطلق من تأثر ومن معاناة شخصية وحقيقية. أنا نرى فيها رمزية جيدة تحرك هذا، لا أريد أن أقلل من تحركات الجمعيات والأحزاب ومختلف الجهات المعنية بالموضوع السجن السياسي، ولكن أريد أن أؤكد على أن هذه البادرة مثل بادرة التمسك بالحجاب رغم أنه يعني تحف بمخاطر عديدة، هي تدل على أن المجتمع التونسي أصبح يسعى إلى حقوقه بلا وساطات. ونرجو أن تتوسع هذه هذا التحرك اللي أعتبره شعبيا لغير هذه المجالات. أنا يعني باسمي الشخصي وباسم المجلس الوطني للحريات وباسم حزب مؤتمر الجمهورية أساند هذا التحرك وأنخرط فيه وأعبر عن تضامني الكامل مع هذه العائلات التي أرادت أن ترفع صوتها
بالقول بأن كيلها قد طفح وبأن جرح السجن السياسي قد تعفن في تونس ولم يعد يحتمل مماطلة ولا تأجيل. وأنا أشد على أيدي هؤلاء الأخوات اللاتي اجتمعنا اليوم ليقولن إنهن غير معنيات بعيد يدخل الفرحة إلى كل بيت ويستثني بيوتهن، وليفضح وكذلك ليفضحنا شعارات ترفع مثل الحرية والنظام والعدالة في حين أن ما يقع على وينفذ على الأرض هو عكسها تماما. شكرا. هذه العائلات أرادت أيضا أن تفضح الشعارات التي يقع تزييفها مثل شعار الجمهورية التونسية الذي ينص على الحرية والنظام والعدالة، بينما الواقع على الأرض هو القيد، والواقع على الأرض هو الفوضى وتعسف البوليس السياسي، والواقع على الأرض هو قضاء مرتهن بيد السلطة التنفيذية، إذن فلا عدالة. في الحقيقة أنا أعتبر من المحظوظين لأني بكرت إلى هذا المكان قبل أن تطوقه، والآن الشرطة تطوق بيت السجين الرمز محمد عبو، وهذا فيه لا محالة استعراض للقوة، ولكنه إذا فحصناه جيدا فيه دلالة كبيرة على الضعف، لأن تجند كل هذه القوى لبعض العائلات التي يقع ضربها ويقع إضعافها منذ ما يزيد على 15 سنة. يعني التجند للبوليس المفروض أن يكون على قدر المجموعة، يبدو أن المجموعة كثيفتها رغم أن عددها محدود. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا نهاد المحفوظ بنت السجين السياسي شادلي محفوظ. بابا مسجون عمره 16 سنة، يعني 32 عيد محرومين منه وما نعرفوش. وعلى هذاك احنا اليوم ثاني عيد اجتمعنا في دار السجين السياسي محمد عبو باش نقولوا الكلمة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمنا وباسم جميع عائلات السجناء السياسيين في تونس نعلن أننا بمبادرة خاصة منا كعائلات تجمعنا نفس المحنة، محنة السجن السياسي في تونس. لذلك قررنا في هذا اليوم الثاني لعيد الفطر المبارك أن نقوم بحركة احتجاجية تتمثل في الإضراب عن الطعام والاعتصام يوما كاملا ببيت محامي محمد عبو المدافع عن الحريات والسجين ونفسه. وأننا إذ نقوم بهذا التحرك التلقائي نريد أن نحسس الرأي العام داخل تونس وخارجها بمأساة السجن السياسي التي توصلت مدة 16 سنة والتي تتضاعف آلام الإحساس بها في مناسبات مثل الأعياد التي يجتمع فيها شمل العائلات، بينما تعيش عائلاتنا مأساة الشتات بين السجون التونسية التي لا ترحم والتي يعيش فيها أطفال الناس الفرحة بينما يتجرع أطفالنا غصص الفراق ويثني بالحياة. وعليه نريد أن نقول للرأي العام أن هذا العيد هو العيد 32 الذي يمر على أغلبنا دون أن تزورنا معه الفرحة ودون أن يجتمع لنا فيه شمل، وأن نقول أن محنة السجن السياسي طالت بحيث توارثتها عائلاتنا جيلا بعد جيل فيما يتعلق بالقفة والزيارة، حيث دفنت أمهات وورثت عنهن المهمة بناتها. لقد تجاوز الظلم مداه وكذلك الصبر عليه، ولذا نريد أن نطلقها صرخة للمرة الألف أن السجن السياسي لم يعد نطاق ولا يليق بأي بلد في الدنيا في هذه الألفية الثالثة. كما نعاول أن تجد حركتنا هذه أذانا صاغية لدى أحرار تونس وأحرار العالم حتى تساندنا في هذا المطلب الشرعي والإنساني، إطلاق سراح المساجين السياسيين في تونس وإنهاء تجريم الرأي المخالف. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بلقيس زروق من السجين السياسي حاتم زروق. عنده 16 سنة توا، 16 سنة محرومين منه، معناها 32 سنة، 32 عيد، 32 عيد محرومين من بونا، معناها ما عرفنيش فرحة العيد جملة، 32 عيد معناها أنا عمري بحياتي ما عديت عيد كما يعديوه الناس الكل، بونا بحذانا والعائلة ملمومة، كما الناس الكل يجتمع شملها في العيد وتخرج تعيد على الأقارب وكل ويمشيوا للمناج ويمشيوا نعرفش مين يتفرهدوا كل شيء، نحنا ليه؟ نحنا في كل عيد تزيد مأساتنا تتعمق أكثر كي نشوفوا الناس الكل معاهم آبائهم وعائلات ملمومة ونحنا معناتها محرومين.
نحب نقول الى متى الشيء هذا باش يزيد يستمر، معناها ما يكفيش توا 16 سنه مازال مواصل معناها النظام هذا في نفس الطريق، وتوا داير معناها حتى علينا نحن، حتى لازم محرومين من ابائنا وكل شيء، حتى ابسط الحقوق، حتى لباسنا ما عادش نحن نجموا نحكموا فيه، وما عادش نجموا نتصرفوا كيما اي انسان حر ينجم يعيش في بلد في بلاده هو. باهي انا خليني بابا عمري عامين ونص، وخويا شعيب عمره عام، معناها ماهيش سهله بالكل العيشه هذيا، ويزي 16 سنه معاناه، يزي كلنا ابناء مساجين، وكلنا عندنا الحق انهم على ابائنا يخرجوا، على خاطر ما همش لاهم مجرمين ولاهم خالف القانون ولاهم ما عملوا حتى شيء، مجرد انهم عبروا على راي مخالف يمكن يكون صحيح، وكان في نظر السلطه هو غلط، ما عندكش الحق باش تدخلوا الحبس وباش تحبسوا 16 سنه وباش تقصيه لمجرد تعبير عن راي. انا نور بدي عبو بنت الاستاذ محمد عبو، بابا مسون عنده عمين، وعنده دوا زوج عيد مش معنا، وانا نطلب اطلاق سراح عيد معنا كيما باش عبيد، ونحب نعرف كيما نعرف في ليكول، وانا في دار مع التعامل تسمى في يوم واحد باش نطلب اطلاق سراح عبيد، وان شاء الله العيد الجاي عيد معنا. يا رب. ان شاء الله يا رب. انا ساميه عبو، زوجة المحامي السجين رأي محمد عبو. حبيت نقول اللي انا فرحانه بكم في داري ومرحبا بكم، وان شاء الله ربي هالوحده وهاللمه هذه تلقى ناس تسمع وناس تفهم وناس تقدر هالعمل هذي والمجهود هذي، ويقدروا التضحيات هذي اللي قاعدين والمأساة اللي قاعدين عايشينها. وحبيت نقول لهم شرف ليا اني في نهار من النهارات يقولوا دار استاذ عبدو لمت العائلة تاع المساجين السياسيين، دار استاذ عبدو وقفت مع هالعائلة هذوما وفتحت بابها ورحبت بهم، ورغم الحصار اللي محاصر الدار، ورغم البوليسية العدد نتاعهم اللي نقاوهم في كل بقعة، رغم هذا كل امكاننا باش ندخلوا وامكاننا باش نتلموا وباش نعبوا على رأينا. وهذا مش غريب، خاطر نحب نقول لي محمد بيدو ملي محامي مدافع قضاياه اغلب القضايا نتاعو هي قضايا نتاع المساجين السياسيين، وقفت مع تكلم مع برشا 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 ناس، وتوا هو بيدو ولا يطلب منكم ان تتفقوا معاه هذا، خاطر هو بيدو ولا محتاج انه شكون يتكلم عليه وشكون يعبر على القضيه نتاعو وشكون يقف معاه يعني في المحنه هذه. هذيش حبيت نقول مرحبا بكم، وان شاء الله يا ربي بالعمل نتاعنا هذايا نلقاو نتيجه، وفي اي وقت في اي موقف في اي حاجه انا كيف من حاضر انا وداري وولادي ونشكر بالخصوص ام زياد اللي قدرت تجينا على الصباح قبل ما يشوفوها العيون عيونها تنام، ومتاسفه على الناس اللي جاونا ومنعوهم وما خلوهمش يدخلوا ورجعوهم لهم المحاولات العديده انهم يدخلوا، ونشكر الجمعيات والمنظمات اللي كلمونا واتصلوا بينا من سواب تونس ولا من الخارج من فرنسا ولا من جنيف، وان شاء الله يا ربي نلقاو حل ونلقاو الفرج على قريب باذن الله يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله. انا زهره التونكتي اخت محمود التونكتي اللي جلبوهم الايامات هذيا معناتها في 28 شدوه في بلغاريا جابوه، وفي الوقت الحاضر في السجن الجديد بتاع المرناقية بالضبط نعرفوش علاش كيفاش تشدوا علاش جابوه، يعني اللي شدوا في الكياس رملوا المريول هك على وجهه خرجوا هزوا نحلوا المفتاح نحلوا الكارت سيجور نقول احنا بتاعش هي بطاقة التعريف بتاعه بتاع بلغار، ضربوا نحلوا فلوسه وديرك نهار 28 شدوه وجابوه من غاديك لهنا نهار 28 نهار 30 في بالي ولا 30 جانا او فاه نهار الخميس، معناتها احنا جرينا بين امن الدوله وبين ال غاديك اسمه المطار ما عطاونا حتى فكره عليه، ما كناش في بالنا بالاحكام ما كناش نعرفوا شو المحكوم عليه، خاطر كانت عندنا ضغوطات قويه كبيره برشا ما معناتها ما نجموش نعرفوا منه حتى شيء، لقينا عنده 10 سنين محكوم عليه بعد في المحكمه العسكريه
المدة الأخرانية بالكل وين عرفنا اللي عنده 3 سنين ونص محكوم فيها مدني في محكمة بن عروس وماذا بينا توا يطلق سراحه مع كلام اللي هو البرة وانا في الضغط ما يخليه حتى حد يجيني اخر لا خير ما خلونيش حتى نخدم انا باش نحل حانوت الحانوت كريه معناتها بتخدميش فيها انت نهار اللي قدر ربي وعملت رخصه للحانوت طلعوا فيها طلعه خايبه ياسر قالوا فيها كلام خايب برشا وفتوى في الاونه الاخرى حتى السلعه معناتها مالي السلعه مش باش يخليهم ما يخليهمش يبيعوني قال لي راني ما عملت حد شيء وما نعرف حد شيء وبالفعل ما يعرف حد وما عمل حد شيء ما مشاش لاي مكان ما كانش هرب من هنا من خاطر وقتها كانت شيء قويره وسجون وضرب وواحد صغار وتوا هما في بلاصه وهو في بلاصه اخرى حتى صغاره لليوم الان معناتها ما زاروش ما داروش بيه امي هذه كبيره ما تعرفش اولادها ما بيه بجراو انا اللي نكمل أتمنى الكلاب صراحة فهمت معناتها جرحتهم برشا مرضنا جان السكر وهو مريض معناتها معاق فيصل 2.5 منعهم شدوه مرتين خرج برا منير 6 شهور 2.5 وهو في 16 سنة مصيبة 8.5 سنين قدر منهم 7 سنين تعبنا الحق ما عادش نجمين ما عادش قادرين نواصل ونطلب طلاق الصراحة بسم الله الرحمن الرحيم أنا فوزية سنوسي أخت السجين سياسي لطفي السنوسي اللي عدى 16 سنة في السجن وولدت وتوفيت توفيت معناها 5 وكمدة من الحكم اللي سمعته عليه مطالب بإطلاق سراح خويا وعلى خاطره هو ماهوش مجرم وماهوش سارق وماهوش خطاف وعلى خاطره هو تشد على مبادئه وعلى آرائه ومطالب بإطلاق سراحه ويكفينا من الإهانة يكفي معاناة 16 سنة مطالبه بإطلاق سراحه والامراض اللي ما عده امراض اللي ما من جراء السجن ومن جراء السيلون اللي هو عدى فيه 4 سنين وهو معناها بريء ما عمل حتى شيء احنا نخزروا حتى البلدان المجاوره عملوا صلح مع مساجينهم السياسيين واطلقوا سراحهم ولو هما حتى هزوا سلاح واحنا مساجيننا ما عملوا حتى شيء ويكفي من ما 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 من التعذيب ومن تعذيب العائلات وتعذيب المساجين. أنا سيل نجار زوجة السجين السياسي حاتم زروف. نشكر بالخصوص أستاذ الحرية أستاذ محمد عبو اللي دافع على المظلومين هو خارج السجن وداخل السجن أيضا معناها لا صراح زوجي المسجون ظلما لانه يعني ما فماش مساله ما فماش حتى تهمه في التهم اللي موجهه لي تستوجب سنين طويله من السجن يعني 16 عام يعني شيء لا يحتمل يعني ببلغ الشيء هذايا ببلغ الحد معني مطالبه برفع المظلمه هذايا وهذايا معناتها تشمل مئات الشبان مش كان ولدي انا معناتها بركه ولا تتحاكم أكثر من مرة يعني 3 مرات في نفس القضية وما تمتعش باتصال القضاء وحالة الصحية ديما متدهورة ورغم ذلك يعني باقي هو في السجن كما خيانه من غير حتى حكم لا كتابي ولا يعني مبرر واحنا اليوم ملمومين في المكان هذايا احتجاجا على الوضعية هذايا اللي هي وضعية مزرية بالنسبة للبلاد يعني فضيحة وما أتمنى هو أن يتواصل هذا الموت البطيء لبقية المساجين الذين إذا ساقطون اتباعا أنا نوها بوكادي أخت سجين رضا بوكادي اللي هو يعني قصور في الكلى
في المستشفى يعني بالسلاسل والمنات ساقيهم يعني منتفخة، يجي الكنترول يحركها يعني تعذيب آخر في المستشفى هو في الوضع ذاك. نطالبوا يعني بوضع حد لهذه المأساة، أتم معنى الكلمة وضع حد لها. توا هو عنده عدة أمراض، من جملة فمه اللي ما ينجمش يكل فيه، اللي هو هدهوله في الداخلية، فمه هدهوله في وقت التعذيب. ساقه اللي هي مكسرة من الركبة، عنده ضلعتين مكسرين، عنده الارتروز في رقبته، عنده عدة أمراض اللي معناها هي كلها من السجن. فأنا ما نحبش اللي يقعلوا لي هو يقع لزوجي ويقع لخيرنا بقية وخيرنا الكل اللي دخلوا في صحة جيدة، ثم من جراء طول المهنة هذه مع الظروف الموجودة في السجون يقع إصابتهم بعديد الأمراض، فمنهم كما قال المرحوم منهم اللي خرجوا في صنادق، ومنهم كما خونا فتحي الورغي يعني مصاب حاليا بمرض القلب عافاكم الله ومرض الفدة، وعنده انزلاق غضروفي يمنعه من المشي، فعنده أوجاع كبيرة ومريض بالمعدة ومصاب بالكلية اليمنى. فهذه حالة يعني أنا ما نعتقدش أنه فما موجب باش يقع الإبقاء عليه في السجن، يعني من المفروض أنه حالة كما هذه تخرج ماهوش لازم باش يقع له كما وقع لخونا هاشمي والبرشا من خيانا. أكثر حاجة جيت عليها باش نطالب حرية المساجين هذوما، باش نطالب حرية المساجين هذوما والمتبقية، لأنه فما إخوة قاعدين أو ربما مصابين أولا بأمراض مثل زوجي كما فتحي العسيوي، هذا تقريبا عنده مرض في الحنجرة بالسرطان ومرض في فم المعدة نتاعو، وعندنا خونا خونا فتحي الورغي اللي ذكرته قبل شوي الأخت. بصراحة نقول ليش نستنوا حتى لين يتوفيها من الأجل وبعدين يخرجوا، وإلا يخرجوا يعديوا جمعة وجمعتين ولا شهر وشهرين في عائلتهم وبعدين يموتوا؟ ليش؟ وبصراحة ما نحبش اللي صار لي أنا يتعاود مع الأخوة هذوما والأخوة اللي سبقوا زوجي، كيما الشهداء اللي باش نذكرهم تويكا اللي هما لطفي العدودي، إسماعيل خميرة، مبروك الزرن، سحنون الجواري، حبيب برديدي، رضا الخميري، الأخضر زريدي، والقائمة تطول فيما قال رحمه الله زوجي. أطالب بالإفراج السريع على هؤلاء الإخوة. الرحمن الرحيم، هي بوكاجي أخت السجينة رضا بوكاجي اللي حكم يعني غيابيا بسجن مدى الحياة، ثم بعد يعني تعذيب وبعد معاناة خفية يعني هذا الحكم إلى ما يقارب 30 سنة. يعني أخي مر يعني بتجاوزات خطيرة كثير يعني في حقه، وأذكر يعني بعضها كونهم يعني ما تورعوش باش يرعبوا أبنائه وزوجته حتى يعني أصيبوا بنوع يعني من النجم قلكم يعني، ولو ما عادش يحبوا حتى يزوروا يعني يزوروه هو في السجن من الحالة يعني النفسية اللي عانيوا فيها. أصابته يعني أمراض عديدة، أمراض سجنية عديدة، نذكر منها يعني إصابة يعني عدم انتظام في دقات القلب، كل بتي فانكسيونيل عنده، قصر النظر الشديد، السمع أيضا، وأخيرا يعني إصابته بكسور كلوي، واحنا خايفين منه هذا الشيء برشا. خرج للمستشفى بعد تدخل منظمة الصليب الأحمر الدولي، لكن ما رعنا إلا في المستشفى مقيد يعني بالسلاسل للسرير، رغم انتفاخ في رجليه ورغم تحذير الأطباء كونه يعني معرض للإصابة بال ما يسمى بال الجونخان هذيك يعني، ورغم ذلك يجيو يعني في الكونترول ويفيقوه منه بلمسة يعني شهيدة كله هو نوع من التعذيب، يفيق مرعوب يعني أصبح حتى المستشفى يعني أصبح كابوس يعني مذعر بالنسبة يعني حتى باش الدواء يعني. احنا نطالبوا اليوم بإطلاق سراحه ومراعاة الظروف هذه الكل، ويكفينا معاناة ويكفينا استنزاف
يعني استنزاف مادي واستنزاف يعني بدني يعني. Surtout la presse, parce que c'est très très important, comme je vous l'ai dit, la presse joue un rôle très très intéressant pour aider ces gens-là. Il y a des gens qui souffrent, il y a des enfants qui sont, qui n'ont pas embrassé leur peur, leur père depuis très 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 longtemps, et qu'il y a des mères qui pleurent ici tout près de moi. Elle a assis une vieille dame à l'âge de à peu près 85. Vraiment, elle est triste, elle est malheureuse. Son fils vient d'être arrêté. علاقتنا معناتها مقتصرة على شنو حوالك لاباس كهو، حكم عليه معناتها برشا أحكام في نفس القضية، كل 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 مناسبة نقولوا هالمناسبة هذي جينا وما جيناش، معناتها كبرنا وهو بعيد علينا وما يعرفناش، توا معناتها كبرت وما نعرفش شنو معناتها إحساس بو في الدار موجود معانا، معناتها أصحابي كي يسألوني ما نعرفش شنو نجاوبهم. ما عنديش احساس ابوه ما حسيتوش بالكل 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 ما نعرفوش حتى وهذاك علاش نطالب باطلاق سراح من الكل من السجن السياسي من الكل على القليله معناتها العمر اللي بقى لنا نكملوه معناتها مع ابونا وقتها سلام عليكم السجين نور بزيوش انا اعتقد اللي ابني معناتها في السجن بسبب عقيدته واختلافه معناتها في الراي مع السجانين كيف مثله مثل العديد معناتها من الشبان ابني طالب معناتها سنة معناتها ثالثة كلية الهندسة بمنسير تم اعتقاله واعتقال مجموعة أخرى من كلية الهندسة بمنسير منهم مثلا نذكر بسام يحيوي معناتها مرحلة ثالثة كريم بلومي معناتها كان يفصلوا أسبوع واحد معناتها على تقديم الشهادة بتاعه أبنائنا معناتها تم اعتقالهم وتعرضوا الالوان معناتها واصناف من التعذيب الارغام معناتها على الاعترافات تهم ملفقه وزوره جل الشبان معناتها المسجونين معناتها في اطار معناتها القانون هذا معناتها جديد قانون مكافحه الارهاب هالقانون اللي فصلته امريكا ولبسوه لاولادنا بدون ذنب معناتها الا لي معناتها انهم عندهم نيه يكونوا عندهم نيه نية الجهاد ولا نية الذهاب للعراق ولا لبنان ولا فلسطين ولا أي مكان معناتها بغرض الجهاد عندهم عام ونص معناتها في الإيقاف وبينما كنا معناتها ننتظروا نتمناو معناتها عفو ما راعنا إلا أنهم معناتها يحولوهم معناتها من السجن المدني بتونس العاصمة سجون يوزعوهم على سجون داخلية معناتها سجون متعددة معناتها داخل الجمهورية مما زاد معناتها معاناتنا ومأساتنا معناتها احنا محرومين من اولادنا معناتها هم سنه ونصف محرومين منهم معناتها ما شفناهمش وزادت المأساة هذه معناتها نقطعوا مسافة معناتها مئات الكيلومترات معناتها باش ناخذوا درجين معناتها نشوفوهم معناتها مدة 10 دقائق وكلموهم معناتها عبر الهاتف معناتها خلال الهاتف أن نذكر مثلا معناتها في اطار القانون هذا الجائر واللا انساني القانون معناتها اللي ما وافقناش عليه معناتها ما نعرفوش معناتها كيفاش معناتها كيفاش تحط ولا داخل الدستور ولا لا معناتها القانون هذا نذكر الشاب مثلا هشام السعدي هذه الصوره نتاعو هشام السعدي من امثال معناتها من الشباب معناتها امثال ولدي من معناتها بكثر القهر والاحساس بالقهر والتهم اللي تلفق معناتها كل مره يلفقوا له تهمه جديده معناتها اثناء التحقيق معناتها كان متواجد في قاعه مع قاضي التحقيق معناتها بالطبق الثاني معناتها من المحكمه القى بنفسه معناتها من نافذه على علو معناتها علو كبير معناتها كثر معناتها حس بالظلم وبالقهر معناتها مسلط عليه تفضلي أنا أم زياد الكاتبة والناشطة الحقوقية لا محالة لن أتكلم عن قريب المعنى القرابة الدموية ولكني أعتبرت أن سأتكلم عنهم ينتمون إلى نفس الأسرة التي أنتمي إليها الأسرة الفرنسية المضطهدة
أردت أن أنضم إلى هذا التحرك طبعا مساندة للجميع، وخاصة في حق حالتين. الحالة الأولى هي حالة التوأم ماهر ورمزي مخلصي التسعينات، وهما في 16 و17 من عمرهما، ولا يزالان يقبعان في السجن إلى حد الآن، يعني عمر كامل. أندادهم درسوا وحصلوا وتزوجوا وصار لهم أولاد، وهذا التوأم يعيشوا في السجن، وليس أي سجن. يعمدوا إلى تفريق بينهما في السجن، رغم أنه يستحسن تقريب بين التوائم لتعلقهما ببعضهما في العادة وفي الطبيعة، يفرق بينهما، وخاصة ليشق لتصعب الظروف ولكي تتضاعف معاناة والديهم. الأخت السيدة، وأنا يشرفني أن أنوبها اليوم ولو قليلا، عاشت معاناة كبيرة في المشردة بين السجون، لأنهم يضعان في مدن مختلفة، بحيث لا تزور الواحد إلا وتحرم الآخر من الزيارة، وهما يطمعان، يعني في الوالدان يطمعان في إطلاق سراح هذا التوأم يعني منذ سنوات. ولما طالت المدة وشق الانتظار في فيفري الماضي، كان الوالد ينتظر أن يقع عفو، ولما لم يقع هذا العفو أصيب بجلطة دماغية هو يعني أقعدته. كما أقعدت الظروف الأخت سيدة عن القدوم إلى هنا، هي اليوم عندها زيارة، والأخت سيدة متعبة كثيرا، لحتى ما عادش عندها حتى إمكانيات المادية لتحمل القفة ولتتردد بين السجون. إذن هذه حالة أولى أتكلم في حقها، حالة الشباب التونسي المهدر في السجون. الحالة الثانية هي أيضا حالة لها معناها، من جملة يعني ليس السجن السياسي هو الظاهرة الوحيدة البشعة، هناك التجويع، وأحيانا التجويع ثم السجن. هذه حالة الشابين حسين بن عمر وتهامي عميري، هذان من أصحاب الشهاد الذين يتشدق النظام بأنه يرعاهم، تخرجوا منذ وقت طويل ولم يجدوا فرصة للشغل، وشاركوا فيما يسمى بالكباس، وهي مناظرة لانتداب أساتذة التعليم الثانوي. هذه مناظرة وكغيرها من المناظرات، مناظرة الدخول لسلك القضاء، المعهد الأعلى للقضاء، ومناظرة الدخول للمحاماة، هذه عبارة عن مصافي وغرابيب يستعملها النظام لكي لا يدخل ولا يمكن من الشغل إلا من يرضى عنهم، وإلا من يأمن منهم أي احتجاج وأي موقف شريف، ولكي يحرم من الشغل ويجوع كل من يرتفع رأسه بالعزة والكرامة، وكل من يطالب بحقه فيها. هذان الشابان إذن قرر على إثر ما تعرض إليه هما ومجموعة كبيرة من الشبان من حيف في تزوير نتائج هذا الكباس، هذه المناظرة، والتزوير ثابت، وهناك يعني مربون كثيرون يستطيعون أن يشهدوا على هذه الظاهرة، وأنا منهم باعتباري مربية وأعرف أن هذه الأمور تقع، وهذا ليس سرا بالنسبة لأحد، وهو أن النظام التونسي يستخدم القانون والمناظرات لإقصاء معارضيه. فأراد إذن من بداية هذه الصائفة في الحقيقة أن يقوم هما ومجموعة كاملة، تنظموا كذلك تنظما تلقائيا، وهذا أيضا شيء إيجابي، لكي يطالب بحقهم في الشغل بعيدا عن أي شعارات سياسية، سواء كانت ذات اليمين أو ذات اليسار، وأراد استخدام حقهم في الشغل، وقام بتحركات في الحقيقة جديدة وطريفة وخارجة عن المألوف، مثل ما عمد إليه الشاب حسين بن عمر من بيع نسخ من شهائده على قارعة الطريق تحت تمثال عبد الرحمن بن خلدون في قلب العاصمة التونسية. يعني يقومون بأشياء من هذا القبيل للفت النظر ولدعوة السلطة، وهم يريدون أن يدعوا السلطة إلى اتخاذ موقف نزيه وفض مشكلتهم بالحسنى. فما كان من السلطة إلا أن قدمتهم إلى القضاء بتهمة التشويش في الطريق العامة وشيء من هذا القبيل،
وحكم عليهما بالسجن. إذا أنا هنا لأطالب بإطلاق سراح التوأم وبإطلاق سراح هذين الشابين اللذين يطالبان بحقهما في الشغل والكرامة، وذلك في أسرع وقت ودون قيد أو شرط، وبطبيعة الحال بإطلاق سراح جميع المساجين الرائي في تونس. بسم الله. بسم الله. ما هي حبيت نقول محمد عبده هو سجين رائي عنده توا عامين، عام 19 بالضبط، هو في الحبس الظلم، اللي هو يعني كتب مقال ينقد فيه زياد شارون تونس، وينقد فيه السرقة اللي قاعدة تصير من العائلة المالكة اللي هي عائلة الترابزية، وينقد التعذيب في السجون، ونقد استقلال عدم استقلال القضاء. بطبيعة مسألة هذه وهالقضايا هذه في تونس في دولة ديكتاتورية يتسمى جريمة، وأكبر أكبر أكبر جريمة، لدرجة أن يحطوا حكم مدة سنة ونص ولفقوا تهم، وحاولوا باش يشنعوا به، وزيد حاولوا باش يعذبوا العائلة، حاولوا باش يعذبونا نحن، يحطوا راجلي في الكيف يعني 340 كيلومتر في كل خميس نعملهم بشو اسمه نعمل زيارة نتاع ربع ساعة، يظهر لي أكثر من هكايا ما نجمش نوصف وما نجمش نحكي. غاية من هذا كله اللي هو احنا حابين نعبروا بطريقتنا على عيدنا، حابين نحسوا الناس اللي احنا رانا موجودين، صحيح مقلقسين من الفرحة نتاع العيد، لكن احنا موجودين بذاتنا، موجودين بمآسينا، موجودين مشاكلنا، رانا موجودين، ورانا نطالبوا باش نوقفوا كل هالمهازل هذيا وهالسلاعات هذيا وهالمآسي هذيا، نقول لهم يزي. انا في هذه المناسبة المباركة عيد الفطر المبارك أتوجه إلى أخواتي أمهات وزوجات المساجين السياسيين، الحقيقة اللي هما في وضع الرهائن وليسوا مساجين، وإنما يد الاستبداد والقمع، يعني أرادت أن يعني تتسبب لهم في نكبة، والحقيقة هو المجتمع التونسي يعيش نكبة منذ أكثر من 16 سنة. نكبة حقيقية اللي ما نظمتلهمش محاكمة السلطة، جرتهم إلى مراكز الشرطة لأجل الحجاب وتعدت على حريتهم الشخصية. هذه سلطة يعني مقيتة استبدادية ديكتاتورية، ولا علاج لهذا الوضع السلبي إلا أنكم تقفوا مع أنفسكم وتقفوا مع أولادكم وتدافعوا على حقوقكم، لأن هذه سلطة يعني مستقوية بالخارج، هي يعني تعمل في هذا لحساب الأمريكيين لحساب الصهاينة، وانتم بالحقيقة يعني لا تقفوا، وقوفكم هذا هو خطوة وطنية، خطوة للدفاع على هذه الأمة، للدفاع على حقوقها، للدفاع على حقها لأنها تكون أمة حرة، أمة لها كرامة. انتم يعني الحقيقة تحيتي لكم أنكم رفعتوا رؤوس كل عائلات السجناء السياسيين، تحديتوا القمع، تحديتوا هالأعداد الكبيرة من مرتزقة البوليس السياسي، هؤلاء الذين يعني يعتدون على كل من يريد أن يطالب حقه، وهذا اللي معتمد عليهم السلطة، معتمد عليهم السلطة باش تستمر في طغيانها وباش تمارس استبدادها. التحدي هذا أنا أعتبر هو يدخل في يعني المقاومة المشروعة، المقاومة السلمية، كما فعلتن هذا طيلة البارحة وطيلة اليوم. وأحييكم من جديد وأدعو يعني من صميم فؤادي أن إن شاء الله يرفع لنا النكبة هذه اللي والغمة اللي على المتسلطة على الأمة منذ أكثر من 16 سنة، وإن شاء الله المستقبل للشباب ومستقبل لكل الأصوات الحرة ولكل من يدافع عن حقوقه. والسلام عليكم ورحمة الله.